كتائب الجيش الأسدي تقوم بتركيب ساتر قماشي خوفا من قناص الجيش الحر. حلب كتائب نور الدين زنكي صلاح الدين حي صلاح الدين 19/11/15. تمركز قوات الأسد ومن خلفهم المدنيين يحتمون بهم يحتمون في المدنيين. ومن خلفه إسراد الحمدانية. هاي إسراد الحمدانية. هاي إسراد الحمدانية. رصد قناصة عصابات الأسد. رصد عصابات الأسد حلب حي صلاح الدين 19/11.